تم اليوم عقد الورش الجهوي لتقديم خارطة الطريق الجديدة لتطوير قطاع التكوين المهني أمام ممثلي جهات ترعى تافيلات مع تخصيص المناقشة لأحد أهم مشاريعها وهو برنامج مدن المهن والكفاءات. الهدف من اللقاء اللي تم تنظيم ديالو اليوم مع السلطات المحلية وممثلي الغرف المهنية والمهني والمقاولات الجهوية وكذلك المصالح الخارجية كان هو النقاش حول التصور العام لمدينة المهن والكفاءات من جهة، وكذلك مناقشة العرض التكويني والتخصصات التي ستأتي بها هذه المدينة للتأكد من ملائمتها مع النسيج الاقتصادي الجهوي. هذه المدينة اللي غتفتح الأبواب ديالها إن شاء الله في وجه شباب المنطقة خلال الدخول التكويني لسنة 2023 غتوفر 2000 مقعد بيداغوجي سنويا يعزز العرض التكويني الجهوي. ستتطرق لتكوينات مختلفة في 6 قطاعات متنوعة وفي مجموعة 48 شعبة وتخصص. الميزانية الإجمالية المقدرة لإنجاز المشروع هي 200 مليون درهم واللي كتشمل مساهمة هامة للجهة الترابية بالإضافة إلى الميزانية المخصصة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش. طبعا جهة درعا تافيلالت جهة وازنة على مستوى الفرص التنموية وأيضا على مستوى التحديات. الشغل الذي يوفر العيش الكريم يحتاج إلى تكوين، لأن الشغل إنما هو صناعة وخبرة وكفاءة. هذه العمليات كلها بحاجة إلى تكوين. طبعا من شأن المشروع أيضا أن يحفز على استقرار الشباب في المنطقة وعلى استثمار طاقات هؤلاء الشباب ومؤهلاتهم. احنا أولا ما يمكن لله نباركوا هاد سمعت لي ان الا جيت تشوف الحصة رغم كتقول السيدة المديرة راها 12، احنا راه ماشي الاخرى، احنا عندنا حصة تمايا ديال اكثر من 50%، لان دوك المهن اللي ذكرت ديال الصناعة الاولية سودور نجار هادو كلهم راه دي مهن ديال الصناعة التقليدية زائد المهن اللي ذكرت في الصناعة التقليدية. اذا احنا راه حنا في واحد 50، واللي دائما لو بي بي تي في واحد 50% ديال اللي ما قلنا 60 70% ديال الصناع التقليدي اللي كيستافدوا منها. اذا احنا تنباركوا هذا المشروع ان شاء الله اللي هو مشروع ديال المغاربه كلهم ومن اقتراح ديال صاحب الجلاله نصره الله. ما علينا الا نتمنوا هذا المشروع ان شاء الله ونخليه يخرج للوجود ونشوفوا ان شاء الله المزيد فيه. هذه المدينه انا كنظن باللي الاختيارات ديال الاقطاب اللي دارت الاقطاب الاساسيه ديال الصناعه والسياحه والفلاحه والمعادن الى غير ذلك واللي فيها واحد الخصص حقيقي، كنظن بانه تكون واحد القيمه مضافه كما قلت، وغتعطي فرصه لمجموعه ديال الشباب ديال جهه درعا تافيلالت انهم يتكونوا في هذه الميادين باش يكون واحد الاستجابه للمتطلبات ديال المقاوله المحليه والجهويه في هذه الميادين واللي كتعرف واحد الخصائص ايضا. اذا هاد الرؤيه الملكيه الساميه كنظن جات في الوقت المناسب بالنسبه لهذه الجهه، خصوصا كنعرفوا جهه درعا تافيلالت جهه فتيه وهي في امس الحاجه على غرار جميع الجهات. فهاد المدينه ديال المهن والكفاءات كما قلت غادي يكون عندها واحد الدور مهم في هاد الاستجابه للمتطلبات ديال المقاولة وديال الاستثمار عموما في جهة درعا تافيلالت.